في هذا الكلام بيننا وبين المتابعين ان دكتورة يعني انا كله اعطي اعطي، زين خليه يعطي بعد. والله صادقة، تصدقين ياسي امس افكر اقول لو الرجال يحن على الحرمة ويهتم فيها والله تعطيك عيونها. انا قايلة هالكلام ما ادري كم مرة، فكرت فيها امس. الرجال هو المفروض انه يكون مقبل، هو المفروض انه يكون يعني هو صمغ الزواج. الرجل صمغ الزواج، هو اللي يقدر يتزوج واحدة وثنتين وثلاثة، هو اللي يقدر يطلق، هو اللي يقدر يسكت ويهدي، هو اللي يقدر يطبطب. هي شو تسوي؟ هي صمغ الأسرة، هي صمغ البيت، هي الأم، هي اللي تحتويهم، هي اللي تربي، هي اللي بإيدها تنزل السكينة. انت تبدأ بالاهتمام، تاخذ سكينة ومودة ورحمة، وحياتك تكون جميلة. كلامكم صح، بس في نفس الوقت في ريايل يعطون ويهتمون، وفي حريم يتلقون ويحبون ريايلهم. ولكن وين تحصل المشكلة؟ المشاكل العادية، يعني ما تكون المشاكل دايرة حولهم. يعني تجيني استشارات مشكلتهم مثلا مع اهل الزوج، مشكلتها مع خوات الزوج. استانس يوم تجيني، تخيلوا استانس لما تجيني مشاكل من هالنوع. اذا هو عطى وانت تلقيتي صح، لان بعد ما تبين انك انت تتلقين بشكل انه ينفر الرجل. فهي التناغم، حياة تكاملية، لكن المفروض انها تكون متناغمة. مثل ما يعطيك تعطيه، مثل ما هو يعني يعينك تعينيه، مثل ما انت تبين حد يصبر عليك وانت تعبانه بعد انت بعد اصبري عليه، لانه يعني تقدير من الطرفين. فهي عمليه تكامليه متناغمه متوازنه، لكن هي تبدا من الرجل اكيد، لان الرجل هو اللي يطلب الايد، هو اللي يصير عند اهلها، هم الرجال يصيرون يطلبون يعني يتممون. فأكيد الله يحفظكم يا رب.